السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ايوا البنات، اليوم غادي نوجدو معكم البطبوط، بطبوط ديال العروبيه، عروبي 100%. الطيبيطات نفطرو بيهم ونشارككم معكم في نفس الوقت. هاد القصريه ندير ليها واحد شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا العجينه، حيت هاد القصريه ديال العود ملي كندير فيها الطحين كتلصق ليا، ملي كندهنها هكا بالزيت ما كتلصقش. قبل ما نغربل فيها الطحين ندوز عليها واحد شويه ديال الزيت، شويه الزيت ندوزو عليها كامل، ندهنها صافي ونغربل فوق منها الطحين. يعني ما كتلصقش ليا، ما كانت عندكم شي قصريه ديال العود ديروا ليها هكا، ولا زعما كاينه غربلت فيها الدقيق هكاك وكبيت عليه الماء كلها العجينه كتلصق عليها. هما زوينين في العجينه كيكونوا تقالات كيشدوا سميتو، يخليك دلكي العجينه مزيان، ولكن كيلصقوا. علاش ما كنعجنش فيها ديما؟ حيت كتلصق. هادي غير قميح، هاديك الطحين ديال القمح ديال الدار، ماشي فورس ولا فينة ولا شي حاجة، فارينة ديال الدار كنديرو بيها البطبوط كتجي زوينة. ونشارك معكم هاد النهاير في البطبوط وصافي، كنبغي نشارك معكم كل شي زوينة والخايبة كيما كنقول لكم دائما. اول حاجة كنصبقو هو اللول، مابقاش كيشد ليد، مع كنديرو داك الصغيور كنتحاماو عليه ونقرصو وكيشد شويه الوقت. شوفي ما لصقتش ليا، شتي العجينه كيما لاصقاش؟ هذا هو السر ديال هاد القصار ديال العود. كاين عندنا هادي وعندنا واحدة كبار من هادي، دوبل على هادي على جوج المرات. صافي العجينة تجمعات، نخليها ترتاح واحد شوية ونجي نقرص. شو الطحين، تبارك الله، الطحين ديال العروبية ديال القمح كيجي ما شاء الله، شو العجينة ديالو كبير وكتجي زوينه حتى في الماكله، كتجي زوينه ماشي قاصحه وعاصي داك البطبوط ديالها وماشي عاوتاني راش. قطعت هاد الخبزات كبار هاد شويه، هما اللي غادي نخرج منهم هاد البطبوطه الصغيورين. مازال بقى عندي العجينه هنايا، النص نديروه كبير والنص نديروه صغير، من عجينة واحدة باش تجيني ساهلة. كنجيب هاد القطاعة هاكا كنقطع بيها، كتسهل عليا تاهي مع شوية شي كتير كتسهل عليا. ايوا نبقى نقرص بالوحيدة. هاد الصغيور كنعمرو وكنديروه معمر في بطبط معمر، والبطبطات الاخرين كندهنهم ونحطهم لي بيض هكا للسحور ولا لا، وهادوك نديرهم معمرين للفطور. كيجيو ناشفين، كنخبزهم بلا زيت بلا والو، والله كيجيو فنين ناشفين. بعض المرات الدراري هكا كنديرهم ليهم كيحلوهم كيديروا فيهم الشوكولاط ولا اللي بغاو هما، وكيتسحروا بهم كيجيو فنين. هاد الصغيورين مع ما فيهمش الزيت كيجيو فنين.
ونتعاونوا عليهم باش يشدوا لهم شي بيبيت. ماما بابا خليه ايتي، ماما غادي نعمرو ايتي، غادي نعمرو، غادي نعمرو، غادي نفطر ما طايمينش. ماما حامين للبطاطا العوين دارو صافي دابا قرصنا هادو الكبارات تما ونغطي عليهم تيخمروا ايوا وندوز نخبزهم ان شاء الله. الطيبات ديالنا هو واجد، هانتوما الطيبات راه مخمرة وغادي نخبزهم ان شاء الله. كيف ما راهم قادين زوينين، صافي نخبز هاد الكبارات هما اللولين وعاد نخبز الصغارات. درتي ما دمانتا سخونة، شاركنا معاكم الروتين ديالنا اليومي هو هذا. بسم الله صافي نجلس لدارنا، راه الاخرين اللي شاطو ليا الشهوة هادو شتوهم، درت بزاف كيما قلت لكم كيف كنقولو ترطيح. الوالدة راك ديري لنا البطبوط فاز النهار. ايوا معاك كثير بزاف، حيت كامل وانا لا لا شيت الكاميرا، ما شاء الكاميرا احنا نشاركوا مع المشاهدين، كلشي نشاركوا معاكم. الريحه كترجع ليا شي زعما معاكم، الله الله الطيبات كملتو في الخبيز وهذا فخبزو بلا زيت، كيجي ناشف كيجي زوين بلا زيت ولا والو، شوفي كيجي عم صفر صافي. ايوا هذا هو البطبوط ديالنا سالينا، شاركنا معاكم النهار ديال اليوم من الصباح شنو درت، هادشي اللي درت انا شاركته معاكم. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتخلوا لي تعاليقكم، ما تنساوش لايك دائما، هو هادشي اللي كاين البنات كما كنقول لكم، نشارك معاكم هادشي اللي كندير وصافي هادشي اللي كاين. ايوا من هنا السلام عليكم، تلشي فيديو واحد اخر ان شاء الله.